هل ممكن نكتب كل الخطوط باستخدام أي فرشة من فرش قسم فرق القلم اللي في باقة كاليجرافي كلاسيك فور الباقة دي بتشمل مجموعة من الأقسام في قسم النهايات الكلاسيكية قسم النهايات المدببة قسم الحبر والقصبة قسم خطوط الضغط وقسم فرق القلم وكمان في قسم الفرش المساعدة طيب قسم فرق القلم ده اولا القسم ده علشان يشتغل لازم يكون معانا ابل بنسل برو يعني مش هيشتغل مع الابل بنسل العادي سواء كان الجيل الثاني او الجيل الاول الابل بنسل برو بيشتغل مع الايباد برو ام 4 اللي معانا ده او الايباد اير ام 2 او الايباد ميني الجيل السابع كلهم صدروا في 2024 طيب هل ممكن نكتب كل الخطوط باي فرشه من الفرش دي بشكل عام اه ممكن يعني مثلا دي فرشات الديواني تمام في قسم فرق القلم الميزه طبعا في القسم ده او في الفرش دي ان هي قابله لانها تدور معانا كده لما ندور القلم زي بالظبط لما نمسك قلم الخط العادي وندوره علشان نكتب بيه خطوط مختلفه ونغير زاويه الميل في ايدنا وبالتالي فاحنا ممكن نكتب كل الخطوط تعالوا مثلا نجرب خلونا نكتب حرف الدال بخط الرقعه خلونا نكتبه بخط النسخ بالخط الديواني بخط النسخ تعليق او الفارسي نكتبه بخط الثلث تمام قدرنا نكتب كل الخطوط بفرشاه واحده طيب هو ايه الحكمه طالما ان احنا نقدر نكتب كل الخطوط بفرشاه واحده ايه الحكمه من انه يبقى لكل خط فرشاه بالشكل ده خلونا متفقين انه اللي يقدر يكتب كل الخطوط بفرشاه واحده بالشكل ده هو الشخص المحترف اللي عارف هو بيعمل ايه وعارف زاويه الميل بالظبط اللي ممكن يستخدمها علشان يكتب كل حرف وكل مقطع لكن الفرش دي مش موجهه للمحترفين بس الفرش دي موجهه للمحترفين وموجهه للمبتدئين والمتعلمين وبالتالي راعينا ده في تصميم الفرش باننا عملنا لكل خط فرشه طيب ازاي الشخص المبتدئ يفهم زاويه الميل اللي هيسند بيها لما يبدا في الكتابه خلونا نشوف فرشات الديواني مثلا انا لما كشخص مبتدئ هاجي الألم القلم كده انا مش عارف انا المفروض يعني اسند بانهي زاويه علشان ابدا كتابه فاحنا عملنا الجايد بسيط جدا ان انت ممكن الجزء بتاع السايز بتاع البرش تقدر تعرف منه زاويه الميل هنا أو إنك بصبعك تضغط كده على مساحة العمل علشان تعرف الزاوية الصحيحة اللي المفروض تبدأ بيها علشان تشتغل بالخط الديواني وبالتالي تقدر تشتغل عادي جدا. نفس الأمر مع كل الخطوط يعني شوف خط الرقعة برضو نفس الكلام لو جينا هنا هنشوف الزاوية أهي زاوية خط الرقعة أو إننا نضغط بصبعنا على الكانفاس وبالتالي عرفنا الزاوية اللي نقدر نكتب بها خط الرقعة وهكذا مع بقيه الخطوط فده هو السبب اللي خلينا لكل خط في قسم فرق القلم لكل خط زاويه خاصه في كمان خفايا كتير وحاجات يعني متقدمه في قسم فرك القلم ممكن ابقى اتناولها لاحقا في فيديوهات جايه، انا بس حبيت اوضح النقطه دي تحديدا لانها هتبقى مفيده جدا وخصوصا للمبتدئين او متعلمي الخط العربي اللي انا براعيهم دايما في تصميم الفرش او الكراسات او اي منتج يخص الكاليجرافي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واكون وضحت لكم الامر بشكل كويس. وأشوفكم الفيديو الجاي تحياتي لكم جميعا وكان معكم محمد أبو الليل مع السلامة